في أمريكا تيك توك طبعا هو برنامج صيني، في أمريكا عندهم بعض الإجراءات وبعض الالتزامات اللي لازم أي شركة تبث عن طريق أمريكا، والداتا تكون موجودة في أمريكا أو المعلومة تكون موجودة في أمريكا، ما تحفظ خارج الأراضي الأمريكية. فاليوم اكتشف بعض بعد تحقيقات كثير مع ناس موجودين في تيك توك الأمريكيين، وبعض الإجراءات اللي كانت إنه بعض الداتا تروح للصين، وفي برضو من ناس من الصين تقدر اللي هي تشوف الداتا اللي هي موجودة في أمريكا. فطبعا هذا خرق القوانين الأمريكية، وهذا طبعا أعطاهم السلطة وأعطاهم الأحقية إنه هو يطالب في شيء زي كذا. فاليوم هو رفع طلب للشركات اللي هي أبل وجوجل إنه يحذف التطبيق من أبل ستور وجوجل بلاي. هذا شيء طيب. ما هو ما أخذ بس الداتا حقت البرنامج نفسه، هو أي جهاز ينزل عليه البرنامج طبعا في إعدادات الخصوصية معظم الناس يحط موافق، فاللي يصير وشو إنه هو يأخذ تقريبا نسخة كاملة من الجهاز، بياناتك، صورك، جهات الاتصال، حتى بصمة الوجه، بصمة اليد، بصمة العين إذا أنت تفتح الجوال بالعين، كل المعلومات هذه يأخذها ويوديها وين؟ في الداتا الموجودة اللي هي في أمريكا اللي الصين تقدر تشوفها.